إذن باش ما نطولش، الفيلم شفتو، المهم قصة وفاء. إذن غنعطي الكلمة كالعادة، لأن ما عندناش الوقت بزاف مع الأسف، مطالبون باش نشوفو الفيلم ديال سلاوس، دونك غنعطيك الكلمة، كلمة قصيرة، ونعطي القاعة الكلمة للقاعة. كنظن أنا قلت كلمة، دونك دابا خصك نبكي. سي محمد شي كلمة إذا شنوان نبغيهم نسمعوهم ونشوفوا الأسئلة ديالهم. مرحبا إذا الناس كنشكرهم على الحضور ديالهم. إذا مباشرة نعطي الكلمة للقاعة. إذا الأخ مسعود دابا عندك الوقت، خذ لي شكرا خويا عزيز، تحية خاصة للسي علي والطاقم التقني والطاقم الفني ديال العمل. أنا كنبان لي كمهتم بالسينما، دوزنا فيها واحد 10 سنين والتلفزيون 23 عام. كيبان لي بأن العمل تبارك الله ديال السي علي عمل متكامل. لا ديكسيون ديال الأكتور كاينه القوة، إخوان ديالنا الكاستين كان رائع جدا، الماكياج شي حاجة زعما جميل بزاف أنا بصراحة، بكل صدق، الماكياج أن كرون برافو، لا كومبوزيسيون ميزيكال ديال فتح المقالي كانت تبارك الله رائعة، ما كيفاش ليش، بحكم أنه بدا معايا أنا في التلفزيون في وجع طراب، كنت مدير إنتاج ديال المسلسل ديال وجع طراب، وخدم معايا في الموسيقى ديال وجع طراب. أنا كنعتبر بأنه عمل متكامل، كان خص غير بعض الإمكانيات، لأن بحال هذا عمل هذا كنعتبر أن هذا عمل وطني، وكيخص يتسوق على مستوى الخارج، بحكم أنه عمل يمكننا ندفعوه للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تراكم من أجل القضية الوطنية، الكتابة كانت تبارك الله زينة، الأداء ديال زكتور كما قلت لك كان زوين. بدنا انه تعطي الامكانيات اكثر من هذا العمل. انا كنهضر على مستوى لوجيستيك اللي يكون ديال القوات المسلحه الملكيه، كنقولها وكنعاود نكد عليها، وكذلك على مستوى الدعم ديال وزاره الخارجيه باش يقدر يستسهم الله يجزيهم بخير فيكم، وهم مجهود كبير مشكورين عليه من اجل دعم الانتاجات الوطنيه، وهي مناسبه باش نحيدو ونحيدو كاع اللجان اللي كانت صارت على هذا العمل وخرجتو لنا الوجود، لكن خاص ضروري بحال هذا العمل كيتبغي دعم ميزانيه تكون الحمد لله في مستوى. وهي مناسبه كنوجه للاخ ديال الدرا واحد الشكر وامتنان كبير على الوطنيه بعد اولا ديالو على العمل اللي الحمد لله خرجوا لنا الوجود وغادي يبقى لكم التاريخ كنقولها. راهو كتبها انا خدمت مع السي احمد بوعلاني، خدمت مع واحد الثقيل وجي ديال محمد الخامس، ومشيت للصحراء وخدمنا مع الشيوخ وخدمنا مع داك الشيء. هو دائما كيكون هذاك الملف هذا كيكون شي شويه متشعب، ولكن كنفرض انه اذا عمل هذا العمل واحد الشكل اللي هو قوي، مادام انه الحمد لله عمل مخرج مستوى، كاستين في مستوى، مونتيج في مستوى، ما كيبان لي الا ان هذا العمل هذا نتمنى وقت ما نلتحمي ان شاء الله يتصح على المحافل الدوليه بحال هذوك الناس المعتزقه ديال بوليزارو اللي كيمشيو كيجيبو الصبريون كيخلصوهم بالزبابه ديال المريض باش كيجيو كيبداو يطيحوا يطيحوا دوك الاكاذيب ديال المؤامرات ديالهم. ها هو تبارك الله عمل ان شاء الله بحال هكا كنبغيو. شكرا وتحيه لكم كامله، وكنتمنى الاخوان ديالي يصفقوا عليهم بحراره الله يجزيكم بخير. شكرا لك. السلام عليكم، معكم يسري. بغيت نعطي التعليق ديالي على الفيلم. صراحة فيلم رائع جدا ويدرس للطلبة. المفروض أن الدورة ديالنا تعلمنا ولو حصة من طلبة التلاميذ الإعداديات الثانويات الجامعات، أنه فيلم يحيي الوطنية قبل أنه أصلا
حيت ولادنا حاليا كنشوفو ما عندهمش ديك حب الوطن بحال اللي طلعت عندنا حنايا. كنتمنى الفيلم يديو الالتفاته ديالو ويكون كيدرس التاريخ ديال الوطن ديالنا. راه اجدادنا ماتوا في الارض هذه. كنتمناو يوصل الفيلم العالمي انه يستحق فعلا. تبارك الله على الممثلين، تبارك الله على المخرج، تبارك الله على الطاقم التقني من أرطنزل، تبارك الله عليكم، شرفتوا المغرب. وهذوما الأعمال المغربية اللي كنتمناو حنايا نتسناو من الشعب المغربي خاطر. تبارك الله عليكم. سي فهيم وي معاك جا ولكن جا السيدة وجدتي السؤال مرة ياك السؤال مرة ولكن كان يلاه شكرا سي فهيم دابا نخدم أخت فاطمة. أولا كنشكر طاقم الفيلم كله المخرجين المخرج الممثلين والطاقم كله أون جينيرال لأن هذا فيلم كيتزاد الخزانة السينمائية المغربية اللي كيوثق الحقبة التاريخية في الحقيقة مازال كنعاني منها ولكن هذا فيلم ثاني اللي شفتو كيوثق هذه المسألة من باب دموع المال دونك هذا فيلم كيزيد القيمة التوثيق في السينما المغربي. بالنسبة لي أنا كنت بغيت نسول واحد السؤال سولته الأخ هذاك الدباب اللي كان كيدور باش تخلص فيغياسيون سبيسيال باش تخلص. المهم كنشكر السي محمد خويا على الدور الرائع اللي قام به، كنشكر السي زهراء على السيناريو على الدور الجميل اللي قدم لنا، كنشكر الاستاذ تاو على الدور ديالو الرائع. يعني كنتو رائعين وكنتو متميزين. وسؤال اللي غنطرح هو عنده علاقه بالصعوبات اللي لاحظتوها ونيفو ديال التصوير في المنطقه ديال الزاويه، واش يعني كانت الظروف مزيانه او لا كانت شي صعوبات في التصوير؟ شكرا. شكرا لكم. لا الظروف صحيح كانت عندنا غير دوك لي طومبيك باش في الحميد العزلة، دونك صورنا في الحميد العزلة بالضبط، كانت صعوبة غير باغفوا كيجيونا دي طومبيك هذيك اللي كتجي راه ما كتشوفش امان تاع هذيك ما كتشوف، دونك اون صابات كنا كنتأدبتو بس كنا عارفين لهذا. لان كنشكر الممثلين اللي ضحاو معايا لان ما درتش داك ديال الممثل واخا ما يكون عنده ستة المشاهد يجي يومين ويمشي، نو لا بيريود كلها تونجاجات ديال التورناج. هذا اتفاق بيني وبين الممثلين اللي كنشكرهم عليهم لان ما كنتش عارف الظروف اش غتعطي، تقول الجو تماك مره هو الشمس شويه كتجيك طومبيت شويه كتجيك، دونك كتلقى كيفاش الممثلين كلهم يكونوا واجدين وكنتطلب زعما حتى الناس ديال الديكور يكون كلشي الديكورات واجدين عليه باش نكون على اهون اي حاجه جات. هذه هي الضوء زعما الصعوبات اللي كانت واجهتهم. شكرا. عطاك عزيز عزيز يلا واحد عندكم شكرا. لا 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 بارون شكرا سي محمد الدهرا، شكرا علي الطاهري، شكرا سي محمد خويي طارق والاخوان كاع اللي اشتغلوا في هذا العمل. عندي جوج اسئله على لا بريز دو ريسك اللي كاينه في العمل، اولا هو عمل ضخم. لا بريز دو ريسك الاولى على مستوى لو تريتمون، كيفاش كان بالنسبه للهرا ولو سيناريست لو ترافاي، وحتى بالنسبة لعلي في الإخراج لو ترافاي على أساس ميكونش متبانش بروباغاندا بديك الطريقة البرومي دوغري أنه يكون يدوز هي هو فيلم وطني، ولي قضية وطنية خصنا نحطو عليها ولكن سنهضرو عليها بذكاء. كيفاش كان هاد لو ترافاي سواء في الكتابة بو روندغ لي شوز بلو فلويد حتى أو نيفو دو لا ميزون سين، وحتى بالنسبة لا بريز دو ريسك ظهرا أنت صديق من زمان وانا كنعرفك كنعرف القدرات ديالك الممثل وانا انوه بجميع الممثلين ولكن انوه بك بشكل خاص. انا كنعرفك كممثل ولكن الجمهور يعرفك كممثل كوميدي. كان واحد الرهان واحد الريسك ان تحط ممثل اللي داخل عند الناس كممثل فكاهي بغينا نقولوا كان في ثنائي وتعطيه بروميير فيلم دراماتيك وطني بهذه القوة،
علي tu as pris un risque وحتى انت زهراء tu as pris un risque اتمنى كيفاش كتهضر في المابو في هاد لي دو بيس دو ريسك. شكرا لكم. السلام عليكم. انا بعدا والله ما نكذب عليكم اذا عاد رجع لك اخويا رشيد حتى قلت انا صاحبك اذا نصبر عليا شويه. انا التفاعل اللي في القاعه من يسال فينا وكيفاش تفاعلوا الناس مع هذا العمل نستلف هذاك الريسك اللي كتقول كان بزاف في الريسك كان بزاف الحويجات. اول حاجه هو اننا راه صورنا في واحد المنطقه بعيده على تيدو غير ب 50 كيلومتر يعني راه حنا كنا حداها هذه ألف. باء حنا كنا كنفكروا ان هذا البيرسوناج ديال هذا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه نحاولوا ندوزيو ليه شويه التعديل باش يبان الخرق السفير ديال حقوق الانسان من طرف العصابه والداعمين ديالها. ولكن اللي صدق هو داك الشيء اللي ما خملناش فيه هو ان بصح كان التعديل ليا انا ونيفو التورناج يعني هذاك الحجر كنت كنتعكر فيه تهرس لي ركاز واحد المره الجلدات ماشي وحده كتطبق بالجلده خاصك تعرف راه معنا سي عقاري كيعرف هذه المساله ديال ذوي الاحتياجات الخاصه عرفتي شنو هي الجلده تطبق هي انك انت تتبع غزلقه غزلك طوطا عاد تمد من غزلك يعني تكرفصت انا بصح واحد المره تخشات فيا حجره وحيدناها وبقات شي 60 يوم عاد تسدات هذيك الثقبه في رجلي هنا يعني كان واحد التعديل ولكن كان بحب كان بحب انني انا الفكره بعد منين جاتني يعني باش نقول اللي كنت كاملين في طبقه وحده باش هو ان واحد النهار عيطوا لينا باش نمشيو نحتفلوا بواحد المدينه تبنات في مراكش هنا واحد ديال مراكش سميتها فرنسو خصنا نحتفلوا بها في معرض السكن في فرنسا باريس. مشينا تما عندنا واحد المجموعه ديال السهرات واحد مع مجموعه ديال الفنانين واحد الوقت جات المرحومه نعيمه المشرقي وجينا معها ثلاثه اللي كانوا مختطفين او اسرى تم الافراج عنهم بطريقه اخرى بتدخل الدبلوماسيه المغربيه طبعا ياك من جاتهم بداو كيحكي كل واحد كيحكي القصه ديالو. انا قصه عجبتني من هذيك القصص اللي هي ديال السيف اللي تسناتو مرته هذاك اللي تسناتو مرتو عجبتني الفكره حيت حنا ملي ما كيلقاوهاش يعيرونا كيعيرونا بخواتاتنا طبعا حنا بغينا نقولوا لهم المراه المغربيه وفيه وعطينا نموذج هو ان هذا السيد عرج وماشي بوكو سبحان رشيد زاكي ولكن تسناتو 20 عام هذيك السيده اللي دوزات معاه الكلمه عطاتو انه خطرها دوزو الكلمه بالفاتحه وتسناتو 20 عام يعني المراه المغربيه خصنا نصدقوا ليها بحراره ان المراه ما كتقدرش ما كتقولش ولا عطات الكلمه راجل كلمتها هذه من هاد الجهه. الكتبه نهار بغيت نكتب انا عندي واحد الايمان كبير بالصحافه المغربيه ان الصحفي المغربي انت كنتي صحفي اخويا رشيد انت ونسيت شو الصحفي المغربي احنا عندنا مستوى عالي جدا احنا كنتمنى وحنا الفنانه ان المستوى ديالنا يمشي مع المستوى ديال الصحفي حيت بارفو كان مستوى الصحفي فوق مستوى الفنان احنا كنتمنى نمشي انا ملي بغيت نكتب مشيت لسيد الصحافي كتبت معاه قلم الاقلام جات لي فكره وقلت لي غادي نكتب هذا العمل هذا العمل طلب منا 6 شهور دائما الكتبه على ديستونس كنخدم مع المخرج ديالنا سي علي الطاهر يعني ملي كنكتب واحد الفكره ولا هذه كيقول لي سير في هذه ولا كيقول لي حس واحد النهار ملي كتبنا العمل ككل ديتو على علي الطاهر صححنا اللي خصو يتصحح وصيدنا اللي خصو يتصحح اللي خصو يتصيد ولكن بقات واحد المساله واش انا غادي في المسار الصحيح ولا غير كتبت فكره جاتني حيت شي ما فيش تسليه هذا راه الوطن كنكتب عليه يعني اي حاجه دي فيها غيعود تحريف غادي تضر الوطن ما غاديش انت عندك نيه اللي غادي تنفعيه ولكن تقدر تضر اجدت انني درت ضغط الماده التاريخيه مع جوج الناس كبار واحد سميتو مصطفى احصار استاذ وهو الكاتب العام ديال الكليه ديال عين السبع كيعرفو السي طانيش وواحد الدكتور سيبويه اللي عنده 21000 وثيقه تدل على مغربيه الصحراء وعنده متحف في العيون يعني هاد الناس عطيتهم نسخه وصححوا لي ما يمكن تصحيحه ماشي عاد كتبدا بشي تصايب
صحيح بزاف الحوايج، جنا ضربت المادة السياسية وجنا ضربت المادة القانونية، يعني الناس كاملين بكنا معاهم أنا والسي علي وضبطنا هادشي، وهاد هاد 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 المسألة هاد العجينة عطاتنا هاد الفيلم، يعني هذا متدخل من هنا وهذا متدخل من هنا، زائد الكتابة ديالنا، زائد الأفكار ديال السي علي كيفاش بغا يدير الإخراج، زائد الحب اللي خدموا معايا به الفنانين. أنا واحد السيد أقسم بالله إلى شوف حس بيا وقفت أخو خويا حس بيا وقفت وبرت حيت عييت، أنا نوقف إجلالا لهذا السيد لأنه كان مصاحب ليا في الدور، كان مصاحب ليا، لوريس اللي خدع علي الطاهري بقدر ما حبب ليا الدور خلعني، كيقول لي فيلم كله هزيت، كنتي زوين فيكون فيلم زوين، كنتي خايب غتخرج علينا، دائما كيدوي معايا قاصح. هذيك الخلعه ديالي عطاتني هذا الشيء انني مرت بالفيلم مره ثانيه، ملي جا خويا خويا واحد الانسان عنده صدر رحب، شوف راه عريض من تو شويه، راه ماشي صدر عرفته منين صدر، ياك تعاون معايا كيتعاون معاك، وكنا كنتعاونوا كاملين، كنا كنتعاونوا كاملين، تصور هذا العمل والله تصيب حب، تصيب حب، كنا كنضحكوا مع بعضياتنا، كنا كاين اللي عنده عيد سيمانه ديال التورناج ومعنا شهر وسيمانه يبقى معنا، بقات لي كيف كامله تسالينا كاملين، واخا عندك 10 ايام ديال التورناج لا سيدي غير بقى، بقينا مجموعين كاملين كنضحكوا بعضياتنا كنضحكوا مع بعضياتنا، وداز داك الشيء هو اللي عطاكم هذا الشيء، هو اللي عطاكم هذه الخلاصه، رضيتوا بها بدل ما رضيتوش بها كنطلبوا منكم السماح. السي عزيز بغا تسمح لي غادي واحد نعطي الاخت فاطمه ورجال. لا تسمح لي فاطمه لا انا السلام عليكم غير قضيه دابا شفتو قضيه المراه واخا ماشي موضوعنا انا شي حتى الكوطه لان لي فام تسكتو بزاف تاع الحويجات ما بقيناش محتاجين الكوطه يا نكونوا كابابل ونزيدو القدام غادي نروحو الله لا لا مراه ولا راجل هادي اون بارونتيز اولا السي رشيد قال لي الحقيقه سبقني داكشي الكاستين هو الموضوع اللي كنت باغي نهضر عليه لان فعلا اهم حاجه انا تاركني في الفيلم كاينه بزاف تاع الحويجات هي الكاستين علاش تعودنا نشوفوا بعض الوجوه بصح في الكوميديا وماشي في الكوميديا احيانا في ادوار نمطيه جدا سي بنتها نموذجا وكيل ياك ما غلطتش سميتو اللي عايش في الثاني بشير سي بشير وكيل هذاك حتى هو يعني حاطينه في واحد الخانه في التمثيل المغربي الان كما كنقولوا خرجوا من رونتهم غراس السي علي الطاهري دونك سمعنا دابا لا فيرسيون ديال السي بنتها كيفاش هضر على الكاستين ويعني على التمثيل ديالو وخصوصا ولكن بغيت انا نسمع السي علي الطاهري كيفاش تمكنتي انك توفق اختيار واحد التشكيله من الممثلين المغاربه وعطيتينا مفاجات كاينين ناس كبار بحال السي خويي لا يعلى عليه ولكن في نفس الوقت عطيتينا اسماء اخرى دونك انا بالنسبه لي الكاستين كان رائع من عيسى الجيراري ذاك الرعده ديالو توقفت مزيان هو مقفقف كيما كنقولوا في التمثيل المغربي ولكن تحقيقه فنيه كيما خصنا نقولوا صراحه خالدي صراحه انا كنحس براسي ما قدرتش دابا نعطي شي تقييم صحفي لان هذا دور ديالي بقدر ما كنعطي الطلعات لان اولا القضيه كتمسنا وحاجه اللي بغيت نشير فيها هي ان ضروري من الشكر لكم كطاقم عمل على اساس اننا في مرحله حاسمه من تاريخ المغرب في هذه المرحله الا ما خدمناش البلاد كل واحد من الموقع ديالو وشحال هذه ولا كنتسنى شي فيلم مغربي لاننا داروا افلام ماشي ما داروش وناقشناهم وكانوا ايضا يعني كانوا اضاءات ولكن المستوى ديال هذا الفيلم انا بالنسبه لي في هذا الاتجاه هذا غيبقى حد فاصل بين مرحله اخرى في مقاربه القضيه الوطنيه خصوصا في هذه الظرفيه اللي كنعيشوها شكرا لانك عرفتي في الفيلم جبتي لنا شي القريحه
لا زوجة كومونتيز شفنا غالي هادو اللي ما كيتسماوش كاملين شفناهم في نفس الوقت شفنا وجوه مغربية جميلة جدا اللي كتحس انها توصل داك التشبث ديال المغاربة بلادنا اللي خاصة نزيدو ندافعو عليها ماشي غير إعلاميا ولكن هو فنيا أيضا على السينما. شكرا. اوكي شكرا لك. انا كاسول باسكو سي اول فيلم طويل فوق الكاسين. اولا هذا الفيلم الطويل ديالي الاول دونك فكت غادي نجي ونجيب كاسينغ اللي هو متداول في الدراما ما عنديش بصمه دونك كاين تحدي ماشي غير كان تحدي حتى لنفسي حتى انايا خصني نجيب حيت انا كنامن بممثل ممثل ما كاينش كوميديا ولا دراما في اكتر اكتر دونك خصني تحدي هاد الناس الاغرى ديالي جبت راه كيديروا الكوميديا الاغرى ديالي هو الكابوار ديالهم الى سمو ناسي محمد خويا وامين ناجي اللي كيلعبوهم لي دو مي بزاف كيلعبوا الدراما مي الاغرى ديالي كيعيشوا الكوميديا دونك حتى هو تحدي بالنسبه ليا انايا نشوف اسكو جو سوي كابابل الى شي حد كيقول انني اكتر واش نقدر نخدم انا وياهم الصومبل ونخرجوا و سيتي ان ديفي و ميرسي بوكو لي زاكتور لان كافر ديفي وانا كنت كنشوفهم كيضاربوا مع راسهم و سيتي تري ريوسي و على راسهم الظهرة دارا راه كنظن يمكن تكتب الفيلم عامين تقريبا عامين هو عايش الدور باش يلعب هاد الدراما عامين هو بوحدو باقي كاع ما بدينا الفيلم كندويو على الدور هو كيعيش في الصدقه ديال القهوه كنقول له واش بحال هكا يعني جيم بيان لي زاكتور اللي كيبغيو كيقلبوا اللي كيبحثوا حنا كنا كنتعلموا شي كيوصل شي وشي كيعلم شي وهذا هو الديفي اللي خديت والحمد لله سالك غيسيروني بودكاستي حاولت انني ما نلعبش على عمليه انني نجيب ممثلين اللي يدوا ليا بالحسانيه جبت ممثلين كيهضروا بالحسانيه وراه بينوا على الكفاءات ديالهم هذوك الاخوان اللي عايشين عندنا في العيون اللي في الاقاليم الجنوبيه باسكو سي دي فيديت من قلمي من تحت هذوك اللي جبت راه دي فيديت دي ستار عندهم تما هم هذا باش يخلق لي انسيقتا اللي كيجيبها ديجا هما كيشتغلوا غير في قناه تلفازات العيون حاولت انهم كيشوفوا خويا وكيشوفوا دونك لقيت لو نورد لو سود حتى في التمثيل لقيتهم وحتى الاخوان اللي حتى هما الممثلين الصحراويين استفدت منهم بزاف ان عاودوا لي دي ديتاي تخي بروفوند في الفيلم يمكن خطا بسيط يقدر يقلب المغزى يقلب المعنى يقلب يعني كنت كنستاشر معاهم حتى هم اضافه الاستشاره القانونيه والدكتور ديال الاخوان اللي هما متخصصين كنت حتى الممثلين لان كان شي وحدين فيهم اللي عاشوا تماك اللي عاشوا في تيدوك وعاشوا وجلسوا مع عبد العزيز مراكش فهمتيني كان شي وحدين اللي عاشوا تماك اللي دخلوا ورجعوا لهاد الممثلين دونك حاولت ناخذ لو ماكس من عنده راه حتى الطريقه فاش كيتمشاو كيفاش كيوقفوا هذوك ديال بوليزاريو راسي سي خديتها بنفس ديالو والحمد لله سي تي ريسي وكنشكر توجور باسكو واخا نخدم انا راه حتى الممثل راه هو اللي كيجي كلشي انا واخا نخدم معاه راه هو الا عنده كتكون عنده طاقه كيخرجها وراه كراس هاد الممثلين اللي الفيلم اللي الحمد لله عجبكم كراس هادو كنشكرو بزاف. السؤال الاخير كون الفيصل ديال الدقيق اذا عزيز نحاول ما يمكنش نكون مختصر لان مجموعه النقاط حولي فيهم مجموعه الاخوان لان نركز على نقطه مهمه هو انه الفيلم كما قالت الزميله فاطمه هو كون ان اعطانا هذه الصوره اللي هي ايجابيه جدا هو فيلم متكامل كيف انه متكامل يعني